الكاميرا يا حلم يراودني. عفوا، كان يراودني وأنا صغيرة وأصبح اليوم حقيقة. لم يكن الأمر سهلاً أبداً. وضعنا نصب أعيننا لكل مجتهد نصيب وبدأنا العمل، ومع إشراقة كل صباح كنا نتجه نحو منبر العلم والتميز فنتعلم العلوم ونطبقها. يوفر قسم الإعلام وتكنولوجيا الاتصال لطلابه وطالباته فرصة جيدة للانطلاق نحو المستقبل خلال بيئة تعليمية متكاملة تمهد له الطريق إلى سوق العمل.